عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أخواني وأعزائي، ويا هلا بكم في فيديو جديد. معكم زياد هادي أستاذ آلة العود والغناء العربي من العراق. تحية لحبانا وأخواننا الأعزاء في العراق وفي العالم العربي وفي العالم. أخواني الأعزاء، اليوم احنا عندنا موضوع جدا مهم، هو التقاسيم. كثير من الأخوان ما يعرف يقسم بالعود، طريقة تقسيم العود بس بشكل مختصر. ليش؟ لأنه إحنا ننتظركم بدورات الأونلاين اللي هي موجودة عندي أونلاين، أو النوع الثاني اللي هو في بغداد، الذهاب إلى بيت الطالب. الأونلاين هي 8 محاضرات، يعني تكون محاضرتين بالشهر، والذهاب إلى البيت محاضرتين أيضا بالأسبوع اللي هي 6 محاضرات، لكن يفرق إنه في البيت ساعتين وفي هنا في الأونلاين ساعة واحدة. وتقدرون تشتركون واستفسار من رقم الواتساب الموجود أسفل الفيديو. اليوم احنا عندنا جملة موسيقية من مقام البيات. تلاحظون الآن أمامكم هذه الجملة، يعني هسه حاليا احنا عندنا هذا طبعا من مقام البيات، أو يسمونه في بعض الدول العربية البياتي. الدليل سي بيمول مي كار بيمول، الوزن 4/4. ندخل هنا عندنا الجملة، هنا راح اكتب لكم اياها باللغة العربية حتى تكون لكم واضحة. دو سي دو ري دو ري مي مي فا فرداش. البعض يسموها رش، انا في قناعتي انه هاي التسميه خاطئه. احنا كمدرسه عراقيه موجوده وفي العالم وهي معروفه، هي اولى المدارس في اله العود وفي الموسيقى يعني العربيه نقول، وفي مدرسه العود هي الاولى تعتبر. ما عندنا شيء اسمه رش، اسمه فرداش. اوكي، فالجمله راح تصير عندنا هنا دو سي دو ري دو سي دو ري دو سي دو ري دو ري مي فا. اوكي، دو سي دو ري اس توقف. يعني راح يصير عندك الجمله كالتالي، هنا عندنا كالتالي، راح يصير عندنا سير كالتالي. لاحظوا راح هي وراي دو سي دو ري اساسا بيات الري سي بيمول مي كار بيمول ياخذ. لذلك اي عازف عود يقدر انه يبدا يقسم بهذه التقاسيم الجميله والحلوه، ومن خلال ما يقسمها الى فئات حتى يقدر يشتغلها. لكن احنا نتناولها دائما بالدورات الموسيقيه، نتناولها بشكل افضل ونشرحها للطالب، وحتى مع يكون عنده انه علم بالتقاسيم يجب ان يكون هناك اداء ايضا لاداء هذه التقاسيم. وفي الحقيقه انا ممنون من عندكم، واتمنى انه وفيت جزء من ما تؤمرون به من معلومات موسيقيه بخصوص التقاسيم، وان شاء الله راح نتناول التقاسيم باجزاء لبقيه المقامات كون انه الوقت محدد. وتحياتي لكم، واتمنى انه لا تنسون اللايك والاشتراك، وانتظركم بالدورات الموسيقية اللي هي الأونلاين والثانية النوع الثاني. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.